السلام عليكم. اليوم نروح لمدينة وهران لنقف على الأشغال تاع التجديد والتهيئة نتاع الواجهة البحرية نتاع مدينة وهران، واللي نعرفوا أنه أصبحت وجهة سياحية عالمية فيه كثير من البعثات السياحية من كل دول العالم تأتي إلى مدينة وهران خاصة. ففي الإطار فيه عملية لتجديد و إعطاء أكثر جمالا للبنايات المتواجدة على طول الواجهة البحرية اللي تمتد على حوالي 1.8 كيلومترات، واللي نعرف أنه هذه البنايات يعني عندها طابع خاص هو طابع ما يسمى بالآر ديكو. هذا الطابع الذي تم استعماله يعني في بداية القرن الماضي في ثلاثينات القرن الماضي خاصة في دول أمريكا اللاتينية، في المدن نتاع أمريكا اللاتينية كمكسيكو وبونس آيرس وبوغوطا في كولومبيا وبعض المدن في أوروبا كذلك. وهذا الـ يعني الستيل هذا الآر ديكو استعمل كثيرا في مدينة وهران وبعض المدن الجزائرية. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن هذه العملية نتاع التجديد نتاع الواجهة البحرية فرونت مير تاع مدينة وهران، والسلام عليكم.